تحية لروح الفنانة الكبيرة مياده بسليس وأرثها الغنائي الذي شكل علامة فارقة في الموسيقى السورية الحديثة، وتحت عنوان بيننا يحيون قدم كورال حنين وحلم في حفلتيهما على دار الأسد باللاذقية مجموعة من أشهر أغاني الفنانة الراحلة. أهميتها أنه هي بتعرض مدرسة سورية حديثة غنائية موسيقية، هي ما بتعتمد فقط على التراث، أو جربت أسس لمدرسة سورية جديدة دامت أكثر من 35 سنة، تركت بصمة خاصة فيها. تحية لروح فنانة معاصرة ولكن غادرتنا، جدا مهم العمل لأنه عم نقدمه بطريقة موزعة هارمونية بمختلفة عن الطريقة اللي تقدمت عن طريق هي الفنانة. هالأمسية بتعني لنا كتير لأنه ميادة هي مدرسة هي والأستاذ سمير السورية المعاصرة الوحيدة اللي بتقدم فن سوري. قدرنا نقدمها بشكل جديد بتوزيع كورال، هذا الموضوع كتير بيعني لنا وكتير بيشرفنا. الحفلة تميزت بالغناء والتنوع في تقديم أنماط غنائية مختلفة من الطرب والأغاني الرومانسية إلى الترانيم الدينية والأغاني الميلادية بالإضافة للأغاني الوطنية. مياده بسليس مع سمير كويفاتي طوروا الأغنية السورية على مدار 30 سنة لتكون أغنية سورية حديثة، أغنية رومانسية فيها فورمة جديدة. اليوم نحن أقل من الواجب تكريم الراحلة ميادة بسليس. أخذوا الكورال المجموعة من الأغاني تبعها وعملوهم بتوزيع كورالي هارموني بين صوتين وبين أربع أصوات بإشراف وقيادة الأستاذ ماهر رومي، توزيع الأستاذ ماهر رومي وإدارة الدكتور نهى بشور، اللي عطول هن عم بيضووا على هيك ناس، على هيك ثقافات، على هيك تراث حلو، لأن السيدة ميادة تعتبر صاحبة مدرسة على مستوى البلد. أهميتها هي عرض مجموعة من الأعمال للسيدة ميادة، ممكن العالم ممكن ما كان سمعني فيها أو سمعني فيها، ونشوف كيف بطريقة الكورال أربع أصوات. مسيرة طويلة حافلة للفنانة الراحلة ميادة بسليس وشراكة جميلة مع زوجها الموسيقار سمير كويفاتي جعل منها أيقونة من أيقونات الفن السوري.